مساكم الله بالخير جميعا، مرحبا وسهلا فيكم. واليوم اخذت جولة في بعض المواقع واخترت لكم بعض المقاطع اللي اتمنى تنال على رضاكم واستحسانكم. راح نشوفها مع بعض. اول مقطع، احنا بالعادة نعرف ان مدرج المطار هو مدرج باتجاه واحد، صح؟ لكن مطار دائري او المدرج دائري ما قد مرة سمعنا عنها. شوفوا مع بعض. My big idea is a circular runway. Aircraft can take off and land at points on this circle to make certain that they have no crosswind and only headwind. احنا متعودين نشوف الرسم على لوحة، الرسم على زجاج، الرسم على جدار مثلا، لكن رسم على كرسي شيء غريب، صح؟ لا هو غريب. نشوف مع بعض هذا الفن. سيارة وسيارتين وثلاث، أو ركب سيارة والحمد لله أغلبنا والله الحمد في خير وعنده سيارة وسيارتين، واللي ما عنده ركب باص ركب سيارة. ولكن السؤال، أول ما دخلت السيارة إلى الخليج بين قوسين المملكة العربية السعودية، خلينا نشوف كيف كانت ردة فعلهم. لقد حرص عبد العزيز على الاستفادة من الاختراعات الجديدة كالسيارة وغيرها. ولما غير ترى عدو يقول هذا سحر، كيف حديد يمشي؟ ما يدخل عقولهم. يظهر عبد العزيز يركب فيه ويقضبونه. تكفى يا عبد العزيز، يكفى يا عبد العزيز، هذا سحر بيطير بك. ولا عبد العزيز عزمه جيد، رسبوا وراح الموتر وقعد يصفقون بيديهم على امامهم. يلا الخير خلنا امامنا يطير، طارب السحر. يظهر مع درواس الثميري ويدوج البطحة ويجيك معود يا معود وفرحوا، أبشروا بعود أبشروا بعود. وبدأوا يكفرون بدون حق ويكتبون رسائل فيما بينهم ويحرمونه، وأن هذه من أعمال الشيطان. وهذا أقنعهم عبد العزيز، فلما لم يستجيبوا وقف منهم. نروح لموضوع ثاني. تعرفون شيء اسمه صفر طاس؟ تعرفون أكيد، صح؟ البعض ما يعرفه، أو البعض يقول اسم قديم بل ملول. خلينا نشوف هذا المشهد بتعرفون وش اقصد فيه. يعني شلون انت تقدرين ما تقدرين مثلا تجهز لها صح علبه؟ علبه ما اقدر مثلا، مفروض من قبلها تكون تطلعين ثاني يوم وانت قبل طالعه الشغل طلعتيها من الثلاجه اخذتيها وياك. يعني في اشياء زواده ها؟ زواده صح، زواده. شنو زواده يعني؟ يعني هذا البوكس اللي فاتح مين؟ اي صفر طاس ما طالعة منه، قاعدين من وين؟ من زمان برا السور ولا قاعدين من السور؟ بس تراثي. انا اسفة، انا اسفة جدا، بس حلو يا حلو تراثي. اي طبعا. تركي شو بتسموهم في لبنان؟ زويدة. زويدة هذه ميل بوكس. ميل بوكس يا صارت اكشف. انا صفر طاس رحت وايد، اكيد رحت وايد رجعت ورا، بس الاصل طبعا الام
مدرسة كبيرة ومدرسة نتعلم منها كل يوم. لو سألنا الطفل ليش تحب أمك؟ توقعون إيش برد؟ شوف مع بعض. أحب فوايد أكثر من الدنيا تعرف عني أحبها عشان يبي كاكاو تونس أنا أحبها لأن عانيت من بطنها أمي تقول لا تخافي أنت وايد قوية أمي اللي خلتني أنا ما أخاف من شيء أقرأ القرآن حقي لما أخاف أريح من أمي واليوم أبي يسافر هي تنام معي وتقول تقول good night I love you كذي بيصير مثلها أحبها حلوة مشكورة وايد على اللي سويتي أحبها هالكف كثر ماما أنا وايد أحبك أنا أحب أمي وايد أحبك ماما وايد ما أحبك نحب أمبات Happy Mother's Day I love you يقول الله سبحانه وتعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا هذا توجيه من الله سبحانه وتعالى لنا جميعا بأن نخفض جناح الذل من الرحمة أي نتواضع للوالدين ويكون صوتنا خفيف معهم في حين الطلب في حين السؤال لا يكون فيه نوع من الأمر لهما وأيضا في توجيه آخر من الله سبحانه وتعالى لنا يقول الله سبحانه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا أي عليكم بالدعاء للوالدين إن كانا أحياء فندعو لهما بالصحة وبالعافية وأن يطيل في عمرهما على طاعة الله سبحانه وتعالى وأن يحسن خاتمتهما وإن كانا أموات فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقهما الفردوس الأعلى مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك تتوقعون أخواني وأخواتي أن ما حد فينا يغلط ما حد فينا لا وجه آخر ما حد يدري عنه ما حد فينا يرتكب الكثير من المحرمات والأثام فيه والبعض يقولك لا هي ما يغلط خلينا نشوف مع بعض هذا المقطع وأتمنى نستفيد منه نشوف مع بعض كلنا ها خطيب الجمعة والداعية والعالم والبسيط كلنا عندنا من الذنوب ما لا يعلمها إلا الله الله يجملنا وياكم ستره ترى إذا رأيت أفضل الناس صلاحا تقوى يشار له بالبنان إعجابنا به في حقيقته إعجاب بجميل ستر الله أي والله يا أخوان ولا كما جاء في بعض الحكم قال كلنا كالقمر له جانب مظلم يقول كلنا عندنا جانب والله يا أخوان لا هو بعضنا يحسبنا أبو بكر لا لا عندنا جانب مظلم عندنا جانب هذه الذنوب التي نفعلها والسيئات أليست مستلزمة لعقاب نار جهنم عقاب يؤاخذ الإنسان على ذنوبه الله من رحمته بأهل الإيمان أنه يكفر هذه الذنوب بالبلاء والمصيبة أنا وأنت يمكن محتارين عيانا وين وديهم الفترة الجاية خاصة ما تكون في إجازة أو شيء صح إيش رأيكم نوديهم هالمرة سريلانكا تدون ليش راح نشر لكم البوست الجاي راح تعرفون ليش سريلانكا ومع من انتبهوا شجعوا عيالكم خلي يروحون خلي يستفيدون وخلي يستمتعون أيضا لأن بتتغير حياتهم كثيرة صدق هي فترة بسيطة ولكن يكفي الجدول اللي حطوا لهم الأخوان في قطر خيرية ما قصروا أختم هذه الجولة السريعة بهذه الصورة هي شوي خطيرة ولكن لمن يجرؤ شوف مع بعض